مع هاد المعلمين متعاقدين. متعاقدين هذا تاعك انا يبي نتكلم معك. نتمنى ان شاء الله ان يفهموا الرساله نهائيا. نعم. منصب اداري لازم تكون مسابقه. نعم. هذه العداله. هادو متعاقدين. قال ولدي احنا بعد ما احتجوا كانت فيه اراده قويه من طرف الحكومه وانه عندنا مشاكل تاع المال بالنسبه للتسيير. قال نعطيهم امتياز افضليه يروحوا يديروا المناقصه. لا مسألة. الوضع مش مليح. نعم. عندهم امكانيات باش يفوزوا. واكثر من هذا ما فازش راهو قاعد كونتراكتوال ما راهش يوضر. نعم. يوضر حتى حاجه. فنطلب منهم برك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يسترجعوا امورهم ان شاء الله. لان عندنا اكثر 800 الف اللي مسجله بالنسبه للمسابقه.